السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ اوكي راكو دايرين، توحشتوني ولا ما توحشتونيش؟ بالله عليكم في الركاب، شتو هاد الكتان؟ هادو كيبيعوا الشناوة من زينتو. ها داك فاليزان، هذاك المثقف، هذا كتنشفوا فيه الاعشاب وكيتبلعها، شتو كيتبلع ويتعلق هكا وينشفوا فيه الاعشاب، شتو من زينته؟ شتو العدو كيدير محافظ على الاعشاب. اليوم غادي نتكلم لكم على رجل الاسد، يعني عباء السيده. هذا عباء السيده، كيقول له رجل الاسد او عباء السيده، فيه منافع كثيره، فيه منافع كثيره. وكاين تاني كين واحد العشبه تاني كين تسرح في الارض، راه وريتها لكم العام اللي فات، تاني كين كيقول ليها عباء السيده. هذا كيرميه البحر، يخرج من البحر. عشبة عباء السيدة أو رجل الأسد، لماذا يسمى رجل الأسد؟ لأنه مثل رجل الأسد، فيه منافع كثيرة كثيرة للجسد، يعالج تساقط الشعر. يعالج التنحيف، لأن غير الغليظة باغية ترقق، والرقيقة باغية تغلى. وشدوني لا نطيحها جمي. يعني ما قانعش باللي عطاه لك الله سبحانه. شوف العدو ما باغي لا يغلى ولا يرقق ولا يدير تجميل ولا يدير شعر ولا والو. السقيطة كيما خلقها الله تبقى هي. شوفو كنجمعو الشكاير باش نبيعها لعباد اللي بقى اللي بغاتو، راه كاين في الرابط. كيف يستعمل لعلاج تساقط الشعر؟ يؤخذ عباء السيدة، يجفف، يغسل ويجفف ويطحن. عندما يطحن يخلط مع الحناء أو مع الماء والزيت، من الأحسن مع الحناء، يعالج تساقط الشعر، تطويله ونعومته ورطوبته. يستعمل للبخور، لفك المشاكل، والصداع والغوات، مشاكل منزلية أو الربط. يعالج سحر التفريق، الزوج بين زوجته أو العائلة. فيه عدة منافع كثيرة كثيرة. للتنحيف يؤخذ ويغسل، إما يطحن أو إما يرطب في الماء، لتر من الماء ويرطب ويشرب في الصباح وفي الظهر وفي الليل 3 أوقات. للبخور، يستعمل للبخور مع السوداب، يعني الفيجل، عود القسط الهندي والعرعار، ما يخلي عار. يبخر عند غروب الشمس أو قبل النوم لسحر التفريق أو الكراهية أو المشاكل العائلية. وللقبول يؤخذ مع عشوب القبول ويخلط، مثل سلاب العقول، الساكتة والمسكوتة، الحاكمة، حجرة النصر، حبة القبول،
حبة القبول، القبول حجرة الفك، حجرة النصر، حجرة الفك ذكر وأنثى. لكن يستعمل لآلام الحيض أو النفاس أو نزيف الدم أو الرعاف، فيه عدة منافع وعدة طرق. كيما نتكلمكم باللغة غادي تكتبوا لي في التعاليق واش تكلمت اللغة مزيان ولا لا. عمركم شفتوا العربي بصباطالو؟ هكا كان نتعلم اللغة. قال لك سيدي تكلمنا اللغة، ولكن مرة مرة نولي للدارجة اللغة ديالي. آلام دم الحيض أو النفاس أو نزيف الدم أو الرعاف يؤخذ ثلاثة، يوجد عندي عند العشاب أو العطار، يؤخذ ثلاثة يضع في المجمر ويبخر به الإنسان، رجل أو امرأة عنده الرعاف يضع فوطة فوق رأسه ويستنشق البخار مع السانوس. أما دم الحيض والنفاس أو نزيف الدم يؤخذ حباء السيدة، يعني رجل الأسد، له اسمين، حباء السيدة أو رجل الأسد، له اسمان، حباء السيدة أو رجل الأسد، يؤخذ ثلاثة أو أربعة من حباء السيدة لدم الحيض، آلام دم الحيض أو النفاس أو نزيف الدم، ويؤخذ مع الفيجل، يوضع في المجمر، تأخذين جلابة وتبخرين فوقها مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. فيه كفاية ومنافع كثيرة. انتفاخ البطن أو الحصى في الكلى أو في المعدة يغسل جيدا، يجفف ويطبخ 5 دقائق ثم يشرب على الريق. شفتو كي كندير له؟ شوف لأن غسلته وخاصني يخليه ينشف. شفتو كي داير زوين بحالو بحال دقاب فعلا ترك. هذا طحالب البحر. يوجد عند العطار أو العشاب، موجود ورخيص. الناس اللي في أوروبا يوجد عندي، يوجد الرابط ibraisomundo.com. يعالج الشعر كتير كتير من تساقطه وتطويله ورطوبته. خصني الشكاير، ما بقاوليش الشكاير، خصني عاد نشريهم. فيه منافع كثيرة كثيرة. يعالج سياتيك، آلام الظهر. ثانيا يؤخذ ويطحن، يغسل جيدا لأن فيه رمل البحر، يغسل جيدا ويطحن ويضع في قنينة نصف ملعقة صغيرة في الشاي أو في الحليب على الصباح. فيه منافع كثيرة كثيرة. يوجد في القرى، يحرق ثانيا، يحرق
عندما تكون الحشرات سرق الزيت قريلو هذا ما نعرفش كي نقول له باللغه. ضحكوا على العدو. العدو شعبي غلي فيه اللي على لسانه اللي على قلبه فلسان والله كيقولوا له شفت عليها. كثرت الهم الضحك كان بغي يكون موت عليكم وهذا هو رجل الاسد شفتوا داير بحال رجل الاسد شفتوا كان بغي يكون موت عليكم وهذا هو العدو شعبي وطبيعي.